هيكون حديثنا هو عن كيفية معالجة جريمة الرشوة أمام محكمة الجنايات. يعني احنا مش هنتكلم في الفقه الجنائي، ولكن حديثنا هيدور حول الطريقة العملية لمعالجة قضايا الرشوة، أي قضايا رشوة بتتعرض على زملائنا الشباب أو الكبار، إنه كيفية معالجة أمام محكمة الجنايات. أي قضية رشوة مش هتخرج عن اللي أنا هحطه تحت إيد حضراتكم النهاردة، وهو أولا جريمة الرشوة بيحكمها قانون العقوبات في المادة 103 لغاية 111. يعني المادة 103 و104 و105 و106 و107 و108 و109 و110 و111 من قانون العقوبات هم اللي بيحكموا جريمة الرشوة. يعني أول ما بتجد قدامك معروض عليك جريمة رشوة، على طول أنت بتفتح قانون العقوبات وبتمسك المواد من 103 ل 111، هم دول اللي بيحكموا جرائم الرشوة اللي احنا هنتعرض ليها النهاردة. أولا نبدأ الأول بتعريفات بسيطة. إيه هي جريمة الرشوة؟ هي جريمة الرشوة اتجار الموظف بالوظيفة بتاعته أو استغلاله ليها. يعني الموظف بيجعل من وظيفته وسيلة للاتجار بيها أو إنه يستغلها. طيب حضراتكم لجريمة الرشوة ركنين، ركن مادي وركن معنوي. الركن المادي، وأنا يعني تسمحوا لي ان انا بقول التعريفات البسيطه دي في الاول قبل ما ادخل على العمليات بالنسبه لجرائم الرشوه. الركن المادي بيتحقق بالموظف لما بيطلب رشوه، مبلغ او عطيه او وعد، او ياخد او يقبل، مقابل ايه؟ مقابل انه يؤدي عمل من اعمال وظيفته، او يمتنع عن هذا العمل، او يخل بواجبات وظيفته. هنا بتتحقق الركن المادي لجريمة الرشوة. حضراتكم طبعا جريمة الرشوة لا تقوم الا اذا ارتكبت جريمة موظف عام، أو ما يعتبره القانون في حكم الموظف العام. لكن أي إنسان بيرتكب الجريمة دي مش موظف عام، ما بيخرج من نطاق أحكام قانون العقوبات الخاص بجريمة الرشوة. يبقى لا تتحقق جريمة الرشوة إلا إذا كان مرتكب هذه الجريمة موظف عام، أو يعتبره القانون في حكم الموظف العام. طيب أطراف الجريمة دي إيه؟ الجريمة دي أطرافها طرفين. الطرف الأول هو الراشي اللي بيدفع، والطرف الثاني هو المرتشي اللي بيقبض. أدي الطرفين اللي هما بصفة أساسية في جرائم الرشوة. وقد تكون بين ثلاثة أطراف، إنه بيتدخل وسيط بين الاثنين، سواء مع الراشي اللي بيدفع بقى، ودي الغالب انه بيبقى الوسيط تبع الراشي، واحيانا قد يكون تبع المرتشي. فيبقى في الاصل اما ان جريمة الرشوة تكون بين طرفين، هو الراشي والمرتشي، او يضاف ليهم طرف ثالث هو الوسيط ما بين الراشي والمرتشي.
حضرات الزملاء المحامين وكل العاملين بالقانون، هنا ما هو حكم التحريض على ارتكاب جريمة الرشوة؟ المعترف به طبقا للقانون وطبقا لأحكام محاكم الناط أن مهمة الشرطة هي كشف الجرائم والتوصل إلى معاقبة مرتكبها، فأي إجراءات تسير في هذا الغرض تكون صحيحة بشرط ألا يتدخل رجل الشرطة في خلق الجريمة بطريق الخداع أو الغش أو التحريض. فإذا ارتكبت الجريمة بطريق التحريض أو الغش أو الخداع، كانت كافة الإجراءات المؤدية إلى ضبط الجريمة ومرتكبها تكون باطلة ولا يعتد بها في إدانة المتهم. زملائي الأعزاء، هنا القانون والمشرع نص على حكم خاص بالنسبة للأطباء والجراحين والقابلة اللي هي التمرجية في المادة 222 من قانون العقوبات. حضراتكم قال إن كل طبيب أو جراح أو قابلة أعطى بطريق المجاملة شهادة أو بيان مزور بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة بطريق المجاملة بيحكم عليه بالحبس أو الغرامة. فإذا طلب لنفسه في نفس المادة برضو 222، إذا طلب لنفسه أو لغيره وعد أو عطية مقابل القيام بذلك يقضى عليه بحكم عقوبة الرشوة، وأيضا يقضى على المعطي أو الراشي أو الوسيط بزفت العقوبة اللي هي حكم بها على المرتشي. فالمادة دي برضو أيضا بتقول وإذا وقع الفعل نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة، يعني نفس الفعل اللي هو إعطاء بيان أو شهادة عن وفاة أو عن مرض أو عن عاهة، هنا برضو إحنا المادة قالت إنه يعاقب إذا وقع الفعل نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبة المقررة في الرشوة برضو بنفس الأمر. حضراتكم أيضا المشرع استحدث مادة اسمها المادة 298، وهي خاصة بالشهادة الزور. اللي بيشهد زور مقابل رشوة أو مقابل وعد بفائدة، هنا بيعاقب بجريمة الرشوة أو بجريمة شهادة الزور أيهما أشد. يعني القاضي بيحكم عليه إما بعقوبة الرشوة أو بعقوبة الشهادة الزور. ده طيب لو كان الشاهد ده بقى طبيب أو جراح أو قابلة، هنا حضراتكم برضو إذا شاهد زور بخصوص أو بشأن حضراتكم بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة، شاهد زور بهذا الأمر يعاقب بعقوبة الرشوة أو بعقوبة الشهادة الزور أيهما أشد. دول اللي المشرع استحدث العقوبات بتاعتهم. حضراتكم هنا بالنسبة لأركان جريمة الرشوة بالنسبة لجانب الموظف العام، بيتحقق الركن المادي في جريمة الرشوة بأخذ
أو طلب أو قبول الموظف للوعد أو للرشوة. يعني بيتحقق الركن المادي في جانب الموظف العام بقبوله أو بطلبه أو بأخذه للوعد بالمبلغ أو بالفايدة اللي بتتعرض عليه. طيب تتحقق الجريمة أيضا إذا كان الغرض منها، إذا كان الغرض منها قيام الموظف بأداء عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عن هذا العمل أو الإخلال بوجبات وظيفته، هنا برضو بتتحقق جريمة الرشوة. فبننتهي أن تقديم مبلغ للموظف العام حتى يؤدي عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عن هذا العمل أو الإخلال بواجبات وظيفته، ده بيعتبر في حكم القانون رشوة ولا خلاف على ذلك. حضراتكم هنا الشراح قالوا إيه؟ طيب إحنا عشان يعتبر للموظف مرتشي، قال ما يهمش إذا كان الراشي هنا كان جدا في رشوته، دي ما تهمش طالما أن العرض نفسه كان جديا في ظاهره وقبلوا الموظف على هذا الأمر. يعني كان لازم أن الراشي أو اللي هو حيدفع كان بيتظاهر أنه يقول له طيب أنا تحت أمرك وخلاص حديك المبلغ معين من وهو مش جدي في عرضه أو مش جدي في أمره أو في حديثه، قال دي ما تهمش طالما أن الموظف قبل هذا الكلام ولأنه كان العرض في مظهره جدي فهو قبله على كده على أنه يقوم ويعبس بمقتضيات وظيفته، قال دي ما تهمش في إقامة الجريمة. طيب هنا في أمر مهم جدا، هو الموظف المرتشي هل لابد أنه يكون مختص وحده بالعمل بالعمل اللي هو موضوع الرشوة، يعني هو اللي يكون بس هو المختص وحده في هذا الأمر؟ فالشرح قالوا لا، هو ممكن يؤدي يكون له نصيب من هذا الاختصاص، النصيب ده بأنه بيمكنه على أنه يؤدي العمل أو يمتنع عن تأدية العمل أو يخل بواجبات الوظيفة بالقدر اللي هو له الاختصاص به، لكن مش لازم أنه يكون هو المختص بكامل العمل اللي هو موضوع الرشوة. أيضا المادة 103 ساوت في التجريم والعقاب ما بين الموظف اللي هو خد اللي هو طلب لنفسه أو لغيره الرشوة، لأن في موظف بيتدخل كوسيط وبيطلب من صاحب الحاجة بيقول له طيب أنا ممكن أتدخل بينك وبين الراجل المختص وأخلص لك أنا الموضوع. حضراتكم هنا الدفاع بتاع الموظف ده اللي قال له لا مش أنا اللي هاخد ده، أنا حدي للموظف اللي هو المختص بالموضوع. القانون ساوى بين الاثنين، ما يجيش محامي هذا الموظف ويقول أنا بدفع بخروج فعل المتهم من نطاق التجريم من عقوبة الرشوة لأنه لم يأخذ هذا المبلغ لنفسه، لا الكلام لا. المادة 103 من قانون العقوبات ساوت في الجريمة والعقاب ما بين اللي بيقبض لنفسه أو اللي بيقبض وحيدي غيره. حضراتكم أيضا في هنا جريمة الرشوة جرائم كتيرة. أول حاجة جريمة عرض الرشوة،
يعني واحد بيعرض على الموظف ان يديله مبلغ معين ويأديله خدمة. جريمة زي حضراتكم اللي بيدي لجندي المرور لما مسك ولقى انه هو ما معهوش رخصة وانه ماشي بدون رخصة فهيعمل له فرح، مطلع مبلغ معين 50 جنيه 100 جنيه وادها له. فهنا فلم يقبلها جندي المرور وخد ضده الإجراءات. هنا الجريمة دي تكون قاصرة على جريمة عرض رشوة التي لم يقبلها الموظف العام أو جند المرور. فدي أول حاجة إحنا بنقول عليها، يعني مش عاوزين نقول جرائم الرشوة هي جريمة واحدة، لا، أول حاجة جريمة عرض الرشوة دي بتبقى من الراشي. فحضراتكم جريمة عرض الرشوة دي اللي أنا مثلت بيها الجند المرور دي، أدي جريمة عرض رشوة ولم يقبلها الموظف أو جند المرور. أيضا أركان جريمة الرشوة بتتحقق حتى ولو كان العطاء، العطاء الدفع بقى سابقا على الإجراء العمل أو معاصرا له أو لاحقا على الأمر. إزاي؟ يعني حضراتكم الناس صاحب الحاجة بيتفق مع الموظف المرتشي ويقول له أنا هتخلص لي الموضوع الفلاني أو هتديني المستند الفلاني وغيره أو بأي وسيلة كانت، وأنا هديك وادي الفلوس اهي اللي احنا اتفقنا عليها قبل ما يعمل حاجة. أدي واحد. الأمر الثاني إنه بيديله نص الفلوس ونص الفلوس بعد ما يخلص. الأمر الثالث إنه يديله الفلوس أثناء العمل. الأمر الرابع يديله الفلوس بعد ما يخلص الشغلة ويقول له أنا هو تتفضل أدي الشغلة اللي أنت طلبتها، بيروح مديله الفلوس. يبقى هنا تتوافر أركان جريمة الرشوة ولو كان العطاء سابقا على إجراء العمل أو معاصرا له أو لاحقا على أداء الموظف لعمله أو للامتناع عن هذا العمل أو للإخلال بوجبات الوظيفة. فهنا حضراتكم نية الإتجار بالوظيفة هنا، لأن في بعض زملائنا بيبقوا الأمور دي غامضة بالنسبة لهم، لأن هنا نية الإتجار تكون متحققة وقائمة منذ بداية الأمر اللي هو الاتفاق. بيكون هنا نية الإتجار بالوظيفة أو الاتفاق انعقد خلاص في الأول، أما بعد كده كل دي إجراءات لضبط المتهم أثناء تسليم الرشوة، ده بيبقى إجراءات تالية ملهاش دعوة بالأمر. ودي بتحصل لما صاحب الحاجة بيتفق مع الموظف اللي في المكان فلاني وبيتفق على أمر وبعدين بيديله شيك بالمبلغ المتفق عليه، والشيك ده بيكون تاريخه بعد شهرين ثلاثة يكون الراجل أدى العمل، وبعد كده بيبقى الشرطة أو الأموال العامة أو مباحث الأموال العامة بتقبض على الجريمة وبيتقبض على الشيك محل الجريمة. فبيجي المحامي بتاع الموظف وبيطلب، بيقول له يعني ليه بقى؟ لأن هنا الشرطة بتعمل المباحث بتعمل تحريات وبتعمل إذن بالتفتيش والضبط. بيجي المحامي يقول إيه؟ إن إذن التفتيش والضبط كان لاحقا على تاريخ الشيك، لأن الشيك تاريخه بعد الإخلال بأداء الوظيفة، وبالتالي فالإذن صدر عن جريمة مستقبلة. وده الكلام ده غلط، لأن هم لما اتفقوا على ارتكاب الجريمة أو على الرشوة وعلى أن الموظف
ياخد المبلغ ده المدون في الشيك مقابل انه يؤدي عمل معين او يخل باجراءات وظيفته او يمتنع عن اجراء عمل من اعمال وظيفته. دي كل الاجراءات التاليه بعد الاتفاق دي اجراءات اللي الشرطه بتعملها للقبض على المتهم اثناء تسلم المبلغ او اثناء صرفه للشيك. دي كلها اجراءات تاليه على الاتفاق اللي هو انعقد وتحقق في بدايه الامر خالص. فان انا اجي اقول اني انا بدفع ببطلان صدور الاذن لصدوره عن جريمه لم تكن قائمة على أساس أن الجريمة هي القبض على المتهم، لا الكلام ده غير صحيح. أن الجريمة متحققة من ساعة ما اتفقوا، من ساعة ما اتفقوا. يعني لو إحنا قلنا الاتفاق كان في شهر فبراير 2018، هنا بدأت الجريمة انعقدت من هذا التاريخ. أي إجراءات بعد كده، تحريات وإذن نيابة وضبط، دي إجراءات تالية لا تؤثر في ارتكاب الجريمة ولا في موعد، لأن الجريمة تحققت وقامت منذ فبراير 2018. حضراتكم هنا بتتم جريمة الرشوة بالنسبة للموظف. احنا قلنا بالنسبة للراشي خلاص من ساعة ما يتفق وساعة ما الأمور. طب بالنسبة للمرتشي، المرتشي الموظف الجريمة بتنعقد لما بيطلب من صاحب الحاجة عطية أو وعد، أو بياخد منه، أو بيقبل العرض اللي عرضه الراشي. هنا بتنعقد الجريمة سواء ما هنا ما يتقالش بقى أصله الراشي كان غير جد، لا الكلام ده غير صحيح، والكلام ده بيخرج من نطاق جريمة الرشوة. حضراتكم هنا في جريمة أيضا تانية اسمها جريمة عرض الوساطة في الرشوة. احنا قلنا جريمة قبل كده، جريمة عرض الرشوة اللي هي لم يقبلها إلا ما رجل المرور. في جريمة عرض الوساطة، بيجي موظف عام، بيجي صاحب الحاجة بيطلب ان يخلصوا له شيء معين في الضرائب، عامل له مشكلة، فيقول لهم طيب ما شوفوا لي موضوع الملف. هو اللي بيطلب هذا الكلام، فبيتصل بموظف يقول له طيب انا همشي لك الموضوع ده هو وانا هخلصه لك. هنا حضراتكم ديت بيحكمها نص المادة 109 من قانون العقوبات، اللي هي جريمة الوسيط اللي هو بيدخل ما بين الراشي والمرتشي. فالوسيط لو هنا قال له يعني في كلمة مثال أو كان قضية أنا أفتكرها، إن الوسيط قال للراشي أنت بتقول لي إن أنت خدوا منك البطاقة في الاسم، وطيب أنا لو جبت لك البطاقة ديت اديني 50 جنيه وأنا حديها للراجل، وفعلا خد منه 50 جنيه وبعد كده راح مديله البطاقة. هنا بتتحقق جريمة عرض الوساطة في الرشوة، وهنا المحكمة لا يعنيها مين اللي كان عنده البطاقة وكان محتفظ بيها، لأن هنا الجريمة هي إيه اللي هي تحققت، جريمة عرض الوساطة بس. فما يهمش المحكمة بقى البطاقة دي كانت موجودة عند مين، لكن هي الواقعة هي بين الراشي وبين الوسيط. وحضراتكم دي الجريمة بتبقى جريمة عرض الوساطة في رشوة. هنا القصد بقى الجنائي بيتحقق في جانب صاحب الحاجة أو الراشي اللي هو بيدفع،
بتتحقق القصد الجنائي. عشان نبقى عارفين بس ايه القصد الجنائي، هي النية، هو نيته ايه او قصده ايه. القصد الجنائي بيتحقق في جانب الراشي لما عارف صفة الراجل اللي هيديله الفلوس، وانه هو المختص بأداء العمل او بالامتناع عن العمل او بالإخلال بواجبات الوظيفة، وان المبلغ اللي هو هيدفعه ده مقابل ان الموظف هيعبث بمقتضيات وظيفته. هو هنا القصد الجنائي بيتحقق وبيتوافر في جانب الراشي بخصوص هذا الأمر. طيب بالنسبة للقصد الجنائي بيتحقق في جانب المرتشي إمتى؟ هو بيتوافر القصد بمجرد علم المرتشي هنا عند طلب أو قبوله العطية أو الوعد أو أخذه لمبلغ الرشوة، هي مقابل أن يؤدي عمل أو يمتنع عن عمل أو يخل بواجب من واجبات وظيفته. هنا بينعقد القصد الجنائي في حقه بارتكاب جريمة الرشوة. بالنسبة لإثبات القصد الجنائي بالنسبة للراشي وبالنسبة للمرتشي وبالنسبة للوسيط، كيف يثبت؟ بيثبت القصد الجنائي في حقه من كافة الظروف والملابسات المحيطة بوقائع الرشوة. يعني القاضي، وللقاضي وحده حق استخلاص هذه الوقائع من كافة الظروف والملابسات من ظروف الدعوة، هو اللي بيثبتها دي، لكن لا تثبت بأي أمور تانية من كافة ظروف الدعوة. يعني منها الاعتراف اللي بيقوله الراشي والوسيط، ودي احنا هنقولها في الآخر إن شاء الله. طيب هنا في حالة انتفاء الاتفاق ما بين، يعني إذا تحقق الاتفاق ما بين صاحب الحاجة وما بين المرتشي، أو ما بين صاحب الحاجة والوسيط وما بين المرتشي، بيحكموا المادة 103 و104 و105 ده بالنسبة للاتفاق. هنا حضراتكم إذا توفر الاتفاق بين الموظف وبين صاحب المصلحة على قيام الموظف بأداء عمل من أعمال وظيفته مقابل وعد أو عطية أو رشوة، أو الامتناع عن أداء هذا العمل أو الإخلال بواجبات وظيفته، انعقدت الجريمة وانطبق المادة 104 من قانون العقوبات. أدي واحد. طيب في حالة من الحالات، ودي كانت معروضة برضو علينا أكتر من مرة، إن الموظف بيبقى عارف إن الشغلة ديت بتاعت واحد تقيل، يعني من رجال الأعمال التقال، يروح مخلصها له، يعني زي الضرائب يروح مخلص له المسألة ويؤدي له ويطلع له كل الحاجة والإجراءات وخالص، لا رجل الأعمال اتصل بيه ولا اتفق معاه ولا كان هناك اتفاق سابق على هذا الأمر. وبعد ما خلص الحاجة راح رايح لصاحب المصلحة وقال له أنا عملت لك 1 2 3 وأديت لك العمل فتديني المكافأة. هنا الشراح قالوا بتنعقد جريمة طلب الرشوة، بتنعقد جريمة طلب الرشوة في حق الموظف المرتشي. وهنا إما يقبل الراشي أو يبلغ الراشي عن الجريمة. فلو ما بلغش وقبل، الاتنين بتنعقد لهم الجريمة وبينعقد لهم الحكم، وبتثبت الجريمة. لو رفض وبلغ هنا يبقى الجريمة جريمة طلب رشوة، وديت بتنعقد الجريمة دي بالمادة 105 من قانون العقوبات. طيب
هنا زي في محاضراتي السابقة دايما أقول لكل جريمة دفاع معين ودفوع معين. يعني الدفاع في قضايا الاختلاس غير الدفاع في قضايا الرشوة، والأمر أيضا الدفاع في قضايا المخدرات تجار المخدرات بتختلف عن الدفاع في قضايا القتل. لكل قضايا دفاع محدد. فما هو الدفاع المحدد اللي هو لا يجب أن يخرج أحد من الزملاء عنه في أي قضية من قضايا الرشوة تعرض عليه؟ هي الدفوع التالية: واحد، الدفع ببطلان الإذن بضبط وتفتيش المتهم لصدوره عن جريمة مستقبلة لم تكن قد وقعت وقت صدوره. الدفع ببطلان الإذن بالضبط والتفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة لم تكن قد وقعت فعلا وقت صدوره. اثنين، الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وعدم وجود إذن من النيابة العامة بالقبض والتفتيش. ثلاثة، الدفع بحق المتهم في الإعفاء من العقوبة للاعتراف الحاصل منه أمام المحكمة تطبيقا لنص المادة 107 مكررا من قانون العقوبات. نعيدها تاني، الدفع بحق الإعفاء، وده كثير من الزملاء بيدفعوا بيه في قضايا الرشوة على طول، خاصة إذا كان البلاغ صادر عن راشي. الدفع بحق المتهم في الإعفاء من العقوبة للاعتراف الحاصل منه أمام المحكمة تطبيقا لنص المادة 107 من قانون مكررا من قانون العقوبات. أربعة، الدفع بانتفاء أركان جريمة الرشوة في حق المتهم لتخلف ركن الإعطاء أو العرض في حق المتهم الراشي، زي المثال اللي احنا قلناه انه الراجل خلص الشغل وحضراتكم راح بعد ما خلص راح رايح لصاحب المصلحة قال له انا خلصت لك العملية وانا بقى عاوز مكافأة. هنا قلنا لو وافقوا الاتنين بيخشوا، وهنا بيبقى من حق الدفاع للراشي هنا ان يقول انا بدفع بانتفاء اركان جريمة الرشوة في حق المتهم لتخلف ركن الاعطاء او العرض، يعني لا هو دفع ولا هو اعطى ولا هو عرض، وبيطلب براءة المتهم ثم لانتفاء اركان جريمة الرشوة في حق المتهم الراشي. خمسة، الدفع بانتفاء اركان جريمة الرشوة لعدم اختصاص الموظف بالعمل الذي تعاقد على القيام به، وده أنا هقوله لكم في قضية كانت معروضة علي، وإن واحد انتحل صفة وظيفة منبتة الصلة عن الوظيفة بتاعته، وهنا ما بتبقاش جريمة رشوة، بتبقى حاجة تانية. يبقى الدفع بانتفاء أركان جريمة الرشوة لعدم اختصاص الموظف بالعمل الذي تعاقد على القيام به. ستة، الدفع ببطلان إجراءات تسجيل المكالمات بين المتهم والموظف المبلغ وبطلان الدليل المستمد من هذا التسجيل. تاني، الدفع ببطلان إجراءات تسجيل المكالمات بين المتهم والموظف المبلغ وبطلان الدليل المستمد من هذا التسجيل. سابعا وأخيرا، الدفع بعدم توافر قيام جريمة الرشوة من جانب الموظف لانتفاء قبوله أو طلبه أو أخذه الرشوة. تاني، ده الدفع اللي هو بيتحقق في حق الموظف لما بيتعرض عليه رشوة وما بيقبلهاش، لكن بيدخل في الاتهام بأي وسيلة والتحقيقات لغاية ما تقضي المحكمة ببراءته. هنا بيبقى من حقه الدفع بعدم توافر قيام جريمة الرشوة من جانب الموظف لانتفاء قبوله أو طلبه أو أخذه الرشوة. حضراتكم قلنا بتتحقق جريمة الرشوة في جانب الموظف
عندما يطلب رشوة من اليوم اللي طلب فيه بتقام الجريمة وبتتحقق أركان الجريمة أول ما بيطلب الرشوة. أما بعد كده كافة الإجراءات اللي بتحصل بعد كده من الشرطة فهي إجراءات لضبط المتهم أثناء دفعه الرشوة. فيعني زي ما أنا قلت لو طلب الموظف العطية أو الوعد أو الرشوة في فبراير شهر فبراير 15 فبراير أو 17 فبراير 2018 تحققت الجريمة من هذا التاريخ، الإجراءات التالية بعد كده من تحريات وإصدار إذن من النيابة بالضبط والتفتيش كل الكلام دي إجراءات لضبط المتهم أثناء تسليمه مبلغ الرشوة. ويبقى هنا ما يجيش احنا برضو زي ما قلت ما يجيش ان انا بدفع او بدفع ببطلان صدور اذن النيابة العامة لضبط جريمة لم مستقبلية، وهنا الكلام ده غلط لان الجريمة تحققت منذ تاريخ الطلب اللي هو يوم 17 فبراير سنة 2018. حضراتكم هنا اللي انا كنت اشرت ليه لما في موظف عام بينتحل صفة وظيفة منبتة الصلة في عن وظيفته، وديت كانت القضية ديت معروضة علي من حوالي 10 سنوات، وكان موظف في محافظة القاهرة انتحل صفة ملاحظ هنا ملاحظ بالبلدية بيشرف على الاشتراطات الصحية وعلى رخص المحلات، وكان بيلف على المحلات ويقول له وريني الرخص وريني الاشتراطات الصحية فين الشهادات بتاع العمال الصحية وهل هم كاشفين طبي وكاشفين. وكان طبعا معظمه ما كانش مطلع الحاجات دي، فكانوا بياخد منهم فلوس مقابل الكلام ده هو لغاية ما حضراتكم اتقبض عليه وقدم إلى المحكمة بجريمة الرشوة. وهنا أهليته اتصلوا بي وأنا حضرت معاه وقلت لهم هو بيشتغل إيه، قالوا لي ده هو رئيس كناسين بالمحافظة هو مالوش. قلت لهم طب هاتوا لي شهادة رسمية بالكلام ده، وفعلا جابوا لي شهادة قيد رسمية، وكان هم عندهم كذا شهادة قبل كده ما كانش مش عارف كانوا جايبينها ليه. وهنا أنا دفعت بخروج الفعل المنسوب للمتهم من نطاق أحكام جرائم الرشوة المتحققة أو المعقودة في مواد 103 ل111 من قانون العقوبات، وقلت إنه لأنه يجب أن يكون مختص الموظف بالعمل المتفق عليه أو بجزء من العمل أن يكون مختص به، أما أنه ينتحل صفة من هذا الأمر فهذا لا ينتقل عليه جرامة الرشوة. وفعلا المحكمة عدلت الوصف وعاقبته بجريمة النصب تطبيقا لنص المادة 336 من قانون العقوبات، ودي طبعا بخلاف الحكم المشدد اللي هو بتاع جرائم الرشوة لأن ده حكم جناية، لكن النصب دي حكم جنحة، وكان الحكم حكم يسير كان هو قضاها على ما اتحاكم، كان قضى أكتر من نص المدة وخرج على طول. لكن أنا بقول هنا لحضراتكم هنا لو الموظف انتحل صفة منبتت الصلة عن الوظيفة بتاعته وتعامل بيها مع الناس هنا لا تنطبق عليه جرائم الرشوة ولا يعاقب بعقوبات جرائم الرشوة، لأن ديت لا يجب أن يكون الموظف مختص بالعمل أو له نصيب من هذا الاختصاص عشان يؤدي العمل المتفق عليه. أما إذا انتحل صفة وظيفة منبتة الصلة أو كاذبة
عن الوظيفة اللي بيشغلها لا تنطبق عليه نصوص أحكام جرائم الرشوة، أما بتنطبق عليه جريمة أحكام جريمة النصب. زملائي الأعزاء، هنا في المشرع استحدث جريمة في بالمادة 109 مقرر ثانيا من عقوبات. الجريمة دي ليها كيان خاص يغير جريمة الوسيط. الوسيط احنا قلنا بيشوف صاحب الحاجة اللي هو الراشي وبيعرض عليه يقول له انا ممكن انا اتدخلك في الموضوع ده، وهو زميلي اللي هو المختص بالموضوع ده، بس احنا هناخد قد كده عشان اديها للراجل او عشان اخلص لك الشغلانة. ده الوسيط. المشرع من كتر خروج متهمين براءة بارتكاب فعل معين، فعل معين هو ايه؟ هو وسيط برضه بس له كيان خاص. ازاي؟ واحد من الموظفين العموميين بيبقى هنا بيبقى عنده اعتقاد ان طبعا عارف ان في موظف معين بيؤدي عمل معين، وهذا العمل صاحب الحاجة اللي طلب منه انه يتأديها عارف، يبقى هنا لشروط قيام هذه الجريمة المستحدثة بالمادة 109 مقرر ثانيا انه وسيط بس بكيان خاص، بيجد صاحب حاجة وقدامه حقيقي وقدامه موظف مختص بوظيفة معينة بيؤدي عمل، صاحب الحاجة محتاج العمل ده، حضر يقول له طيب أنا هقبل إن أنا أتدخل في كوسيط وهخلص لك الموضوع ده، وياخد منه الفلوس، يقول له بس هناخد منك 10,000 جنيه وياخد منه الفلوس دي، وهو في عقله وفي قصده إنه ما يتصلش بالموظف التاني ويستأثر بالمبلغ لنفسه. فهنا كتير من القضايا بقى تخرج براءة، لأن هنا لا هو مختص بالوظيفة اللي هو تعاقد عليها، ولا هو اتصل بالموظف صاحب المصلحة أو آسف صاحب الاختصاص وبياخد الفلوس لنفسه. طيب يبقى راحوا المشرع استحدث هذه الجريمة ذات كيان خاص وقال لك هذه الجريمة تعاقب وحط لها حكم خاص وكيان خاص وعقوبة خاصة طبقا لنص المادة 109 مقرر ثانيا من قانون العقوبات عشان ما يخرجش براءة اللي يعمل هذا الأمر. حضراتكم الموظف العام كتار قوي، يعني حضراتكم المأمورين والمستخدمين والخبراء والمحكمين دول كلهم في حكم الموظف العام، وكل إنسان مكلف بأداء خدمة عامة موظف عام أو في حكم الموظف العام. يعني شيخ الحارة اللي المخبر بيقول له في واحد مطلوب عندك في الحي، مطلوب ضابط المباحث، يروح رايح له واخد منه فلوس ويقول له طب خبي نفسك عشان المباحث عايزاك، عشان الجهادية، عشان مكتب الأدب كان عايزك. هنا بينطبق عليه حكم الرشوة لأن دول بيعتبروا في حكم الموظفين العموميين اللي هم المأمورين، مأمور الضرائب، مأمور الجمارك، كل دول موظفين عم، والمستخدمين كذلك، والخبراء أيضا، والمحكمين بيعتبروا، والمكلفين بخدمة عامة. الشيخ الحارة ده مكلف بخدمة عامة يؤديها، فده بينطبق عليه حكم الموظف العام. أيضا حضراتكم رجال الجيش والشرطة وموظفي الوزارات والمصالح ومستخدميها، ده بيعتبروا من الموظفين العموميين طبقا لنص المادة 109 مقرر و111
من قانون العقوبات. في العاملين في المرافق العامة اللي هي الكهرباء، مرفق كهرباء ومرفق المية، شركة الكهرباء وشركة بتاع، دول حضراتكم هم بيبقوا ليهم صفة الموظف العام، بس بشرط ان يكون المرفق العام ده بيدار بمعرفة الدولة باستغلال مباشر. يعني زي مثلا ايه، شركة المياه بتاع اسكندرية مرفق عام ولكن لا تديره الدولة، فالموظفين او العاملين اللي هم فيه لا ينطبق عليهم احكام الموظف العام، وبالتالي اي جرائم زي رشوة او اختلاس لا تنطبق عليهم لهم، ليسوا موظفين عموميين. حيث ايضا العاملين بالمؤسسات العامة والجمعيات والشركات، جمعيات هي جمعيات التعاونية وجمعيات الخدمية، كل الكلام ده هو دول بيعتبروا ايضا بيعتبروا من الموظفين العموميين، بس بشرط ان يكون الشركات دي والجمعيات دي هي الدولة عاملاها او بتشارك بنصيب في مالها. هنا الاخلال بالاخلال باعمال الوظيفة، المشرع حط له صور وهو العبث باوراق الدفاتر اللي بتبقى تحت ايد الموظف العام. يعني لما بينزع اوراق مقابل فايده معينه لاشخاص معينه، بيبقى ده اخلال بمقتضيات الوظيفه، وده بيندرج تحت حكم جرائم الرشوه. ايضا في امثله هنا في التحقيقات، المتهم عرض مبلغ من النقود على حاجب النيابة، متهم عرض على الحاجب بتاع النيابة مبلغ وقال له أنا تجيب لي ملف، الملف ده بتاعي وأنا هديك مبلغ قد كده، ولم يقبل الحاجب هذا العرض وبلغ عنه. هنا بيجي، أنا فوجئت في القضية دي إن المحامي بيقول ده هو موظف لكن ليس مختصا بالوظيفة. فمن تحقيقات النيابة قالت له أنت شغلتك إيه؟ قال لهم أنا والله باخد الملفات بنقلها بين الموظفين. ده فالنيابة لما حققت وتبينت إنه له نصيب من الاختصاص يسمح له بانه يؤدي العمل اللي كان مطلوب منه من الراشي، ان الراشي عاوز الملف وهو بينقل الملفات ما بين الموظفين، فمن السهل جدا ان ياخد بدل ما ينقله من واحد يديه لموظف اخر هيديه للراشي. فده جزء يسير، واحنا قلنا قبل كده مش لازم يكون الموظف هو مختص بكامل العمل وبكله عشان يتعاقب، لا، يعني انه يبقى له انه يبقى له نصيب من هذا الاختصاص يسمح له بتأدية العمل المطلوب منه في جريمة الرشوة. ايضا من تحقيقات النيابة في قضية كانت معروضة علينا، ان احد المتهمين اتصل بساعي في مصلحة الضرائب وقال له اني انا عاوزك تجيب لي الملف بتاعي ومقابل ان انا هديك مبلغ معين، وهو كان 10,000 جنيه لانه كان الراجل ده صاحب شركة. فالساعي ده ممكن بعد ما الموظفين بيمشوا كل الملفات بتاعة العملاء موجودة تحت ايده، فهو تظاهر بانه قبل الامر وبلغ الرؤساء وتم القبض على الراشي. وهنا بتبقى جريمة عرض رشوة، هنا جريمة عرض رشوة لم يقبلها
الموظف. وحضراتكم طبعا ادي امر من الامور، انا بنتقل بحضراتكم الى امر اخر وهو شائع في جرائم الرشوة، هو الاعفاء من العقوبة. المشرع اطلق في المادة 107 مكرر من قانون العقوبات عبارة النص ولم يقيدها، فمنح الإعفاء لأحد أطرافها وهو الراشي وأيضا للوسيط أو من يسمى وسيط فقط دون غيره. فهنا حضراتكم واشترط المشرع لقبول أو لتحقيق الإعفاء الخاص للراشي أو الوسيط أن الموظف يقبل الرشوة، يقبل الرشوة أو يوافق عليها أو يوافق على الوعد. هنا بيتحقق ركن الإعفاء المنصوص عليه في المادة 107 مكرر من قانون العقوبات. أما في حالة امتناع الموظف أو رفضه قبول الوعد أو العطية أو الرشوة، هنا لا تتحقق لا يتحقق الإعفاء الممنوح للراشي وللوسيط في الإعفاء من العقوبة، لكن شرطه الوحيد أنه يقبل الموظف هنا الرشوة أو العطية أو الوعد. حضراتكم هنا هنا بالنسبة للاعتراف بقى اللي نصت عليه المادة 107 من قانون العقوبات، قالت يجب أن يكون صريح وواضح وشامل جميع التصرفات اللي قام بيها الراشي والوسيط، تكون عباراته واضحة وعباراته كاملة وغير ناقصة، ويكون اللي اعترفه قدام المحكمة، يعني ما يكونش قدام النيابة ولا يكون قدام مباحث الأموال العامة، يبقى قدام المحكمة فقط يعترف ويقول أيوة أنا دفعت الرشوة للموظف ده. هنا قالوا دي من شروط انه استحقاق الاعفاء بنص المادة 107. واحنا انا لي رأي في هذا الامر، وهذا الرأي انا اثبته في بحث لي قبل كده بخصوص هذا الامر، وهو ولماذا لا ينعقد الاعفاء امام النيابة العامة. ما النيابة العامة لها حق تقدير الاعتراف ولها الحق في إصدار أمر إذا استوثقت من هذا الاعتراف إن هي تقضي وتصدر الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوة الجنائية بخصوص الراشي. ليه إن إحنا نفضل مخليين الراجل اللي هو اعترف لغاية ما يروح للمحكمة والمحكمة تديله براءة لو هي تيقنت أو استوثقت من صحة الاعتراف؟ طب ما نخليه قدام النيابة العامة إذا تيقنت من صحة هذا الاعتراف إن هي تقضي وتصدر أمرها بألا وجه لإقامة الدعوة الجنائية بخصوص الراشي أو الوسيط لاعترافهم على الموظف. ده بالنسبة أيضا أنا هنا برضو لي رأي بخصوص اقتصار إن المشرع قصر الإعفاء على طرفين في الجريمة اللي هو الراشي واللي هو الوسيط. ألا طيب ليه؟ طب ليه هم دول؟ قالوا عشان يعني اعترافهم بيبقى بيحقق المصلحة العامة. طيب وليه ما نبسطش هذا الحق للموظف أيضا؟
اللي بيتظاهر بقبول الرشوة وبيسهل عشان يسهل السلطات العامة القبض على الراشي وتحريضه ودفعه للموظف انه يؤدي عمل من اعمال وظيفته او يخل بعمل من هذه الاعمال او يمتنع عن عمل من هذه الاعمال ويبلغ السلطات العامة. موظف بيقوم بيبلغ السلطات العامة بيقولوا انه هو بيعرض عليا مبلغ قد كده. ما هو ده نفس العلة اللي احنا اعفينا منها الراشي والوسيط اللي هي المصلحة العامة. طب ما هو الموظف اللي بيتظاهر بقبول هذه الرشوة ويبلغ السلطات العامة، ما هو ده برضه بيحقق المصلحة العامة. وأتمنى من المشرع أنه يتدخل لأنه لبسط حق الإعفاء على الموظف اللي هو بيرفض قبول الرشوة وبيقوم بيبلغ السلطات العامة. هنا أنا لي برضه أيضا اعتراض ثالث، وأنا لي رأي في الأول أنه ليه نخلي الاعتراف امام المحكمه ولغايه ما تحكم بالبراءه، ما وبراء انه يكون قدام النيابه العامه لانها حق تقدير الاعتراف. الامر الاخر هو بسط الاعتراف للموظف الذي يرفض او يتظاهر بقبول الرشوه ويقوم بابلاغ السلطات العامه للمصلحه العامه. وهنا الاعتراض الثالث أنا بقول كيف يمنح المشرع الراشي والوسيط العفو عن عقوبة جريمة الرشوة للراشي اللي بيعترف قدام المحكمة بيقول أيوة أنا دفعت، وقد يكون هو اللي بدأ بخلق الجريمة وهو اللي بدأ بالبحث عن موظف عشان يخلص له المسألة أو وسيط يخلص له المسألة وبعدين يدفع، وبعدين بعد ما يدفع يتقبض عليهم، وبعدين بعد ما يتقبض عليهم يحالوا إلى محكمة الجنايات، وبعدين يقدم الراشي إلى محكمة الجنايات ويجي قدام القاضي ويقول أيوة أنا بعترف إن أنا دفعت له. يعفى كيف يعفى المجرم؟ كان هو مشارك في خلق الجريمة ومساهمة في الجريمة وأنا أعفيه في الآخر. أنا والله رأيي، وأنا رأيي بحطه لزملائي، بحطه لأساتذة القانون والعاملين بالقانون بكافة المناحي، إني أنا موافق على حق الإعفاء لراشي في حالة واحدة بس، اللي هو لما يطلب منه رشوة هو في الحالة دي يبلغ السلطات قبل علم السلطات بالجريمة فقط. إذا قام وبلغ السلطات بهذه الجريمة هو له حق الإعفاء بس، لكن إنه هو اللي يعرض الرشوة ويدفع الرشوة ويتحقق له الأمر وبعدين يتقبض عليه وبيدفع وبعدين أو ويقدم إلى محكمة الجنايات وبعدين يجي قدام القاضي يقول أيوة أنا دفعت وياخد حق الإعفاء عشان هو اعترف قدام القاضي. أنا برفض هذا الأمر، إنه حق الإعفاء، إنه حق الإعفاء لا يمنح إلى مجرم، لكن حق الإعفاء بيمنح إلى واحد بيبتز، الموظف بيبتزه وبيطلب منه رشوة، هنا بيبلغ عن الجريمة قبل علم السلطات بها، وهنا فقط يتحقق له الحق في الإعفاء من العقوبة. قبل أن أنهي حديثي هنا لزملائي الشباب من المحامين نطردهم عليهم قضايا الرشوة، إحنا هنا كيف تنفي سواء أنت بتبقى عن الموظف أو عن الراشي، كيف تنفي الجريمة عنه؟ هنا ليك وسائل لهذا الأمر، الإثبات أو النفي. هنا إن حضراتكم بتستخدم إما كاميرات اللي كانت موجودة لحظة القبض، هنا بحضراتكم الاعتراف اللي هو بيعترف بيه لو أنت عن الراشي، بتستخدم الاعتراف الممنوح
له في المادة 107 من قانون العقوبات. هنا بنشوف إذا كان في موظفين شهود نفي على نفي الواقع عن المتهم، والأمر كذلك بالنسبة إذا كنت بتدافع عن الموظف. هنا قدامك كافة الأمور فضلا عن الظروف، وكافة الظروف والملابسات المحيطة بالدعوة. أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن أكون قد وفقت لتوصيل الفائدة إلى زملائي الأعزاء ولكافة العاملين بالقانون. وفقكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.